قرارات للسياحة في أرمينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك الكثير من الدول السياحية الجميلة في العالم بإمكانك أن تزورها مع عائلتك وتقضي جازة ممتعة ومن الواضح إن الدول البعيدة الأوروبية مثلا أو الآسيوية أو أمريكا أيضا ستكون مكلفة جدا وخصوصا للعائلة والسبب هو بعد المسافة عن الدول العربية لذا بدأوا يفضلون اختيار دول قريبة لقضاء إجازة عائلية مثلا جمهورية أرمينيا هي إحدى تلك الدول السياحية القريبة لمعظم الدول العربية ومنظمة السياحة الدولية تشجع السواح وبشدة للتوجه إلى أرمينيا بلد آمن ومضيف وتتوفر فيه أماكن كثيرة للجذب السياحي فيها أماكن سياحية رائعة وخلابة شلالات بحيرات جبال ووديانة أماكن تاريخية ودينية تلفريكات وماكن للتزلج على الثلوج وغيرها من الأماكن التي تعجز عن تعدادها بالكامل المطاعم بكثرة ومتنوعة مطاعم عربية مطاعم إيطالية صينية هندية وإيرانية وغيرها ناهيك عن المطاعم الأرمانية التي تقدم ألذ الأطباق من المطبخ الأرمني. ولماذا توجه لا أرمينيا؟ السبب قلة تكاليف السفر إليه الأجواء الرائعة خلال فصول السنة، والثلوج التي يفضلها السائح العربي، بإمكانه أن يستمتع بها خلال فصل الشتاء، وبأقل التكاليف. وأن قررت من زيارة أرمينيا، التي ستخلق فيها ذاكرة، من المستحيل نسيانها طوال حياتك، بإمكانك أن تتواصل على الرقم المعروض، والإتفاق معه لترتيب برنامج سياحي متكامل لك ولعائلتك. سيكونوا بانتظاركم في المطار منذ لحظة هبوط طائرتكم في مطار زفارتنوس في يريفان وينقلونكم إلى المكان المخصص لإقامتكم طوال فترة تواجدكم في جمهورية أرمينيا ويبدأون بتنفيذ البرنامج المخصص والمتفق عليه بحذافيرها وبكل أمان ومصداقية أرارات للسياحة 0037477732826 ثلاثة